بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في محكم آياته: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العلي العظيم. بالنسبة للإمامة هي منصب إلهي رباني عظيم وخطير، لأنه يهدف إلى هداية البشرية وينقل البشر من الظلمات إلى النور. وهذا عهد من الله سبحانه وتعالى إلى عباده المخلصين، وتتم الإمامة بالنص من الله وليس بالتعيين أو الانتخاب من قبل البشر، لأن البشر لا يستطيعون أن يقومون بعملية الاستسقاء أو الانتخاب الجيد إلى الشخص الذي سوف يقودهم نحو الهداية الربانية. والله سبحانه وتعالى عد الإمام إعدادا جيدا ممتازا مؤهلا ليخوض جميع مجالات الحياة، سواء مجالا علميا أو اجتماعيا أو سياسيا وغير ذلك. والإمام لا بد أن يكون على قدر كبير من العلم، فيتميز بعلم خاص كله هداية ونور دون أي شائبة. والدليل على ذلك أن التاريخ لم يذكر لنا أن أي إمام من أئمتنا، وفي مقدمته من النبي محمد صلى الله عليه وآله، أن تعرضوا إلى سؤال ولم يجيبوا عليه بإجابة شافية أو ترددوا في الإجابة. وآية التطهير دليل أيضا تؤكد العناية الإلهية الخاصة والاستثنائية لأهل البيت، لإبعادهم عن الزلل والخطأ والانحراف والفسق والنفاق. بالنسبة للإمام، مصادر العلم الذي يعتمد عليه هي خمسة. أول علم يسمى موهوب، المصدر يسمى علم موروث. لا يعني أنا بس مجرد كان سؤالي إذا كان هناك إعداد مسبق تكويني خلف الإمام الحسن، فما علة الاختيار إذن أن يكون الله سبحانه وتعالى؟ فما الهدف من ذلك بداية قبل أن نبدأ المنابع العلوم عند الإمام أو عند الأئمة عليه السلام؟ فما هي علة الاختيار؟ علة الاختيار لأن الله سبحانه وتعالى سبب اختيار هذا الشخص، لا يعني وضعه بصفة خاصة، وأنه منزع عن الخطأ ومعد المستقبل إذا يتحمل مسؤولية كبرى للمجتمع. وفرق كذلك بعد مواصلة خط الرسول في هداية هداية البشر. تفضل. الأمان يا مدير. طبعا بالنسبة لمصادر رأيي في العلم الأئمة، أولا أنه علم موروث، وهو أن كل إمام يتعلم على يد الإمام الذي قبله، فالنبي معلم الإمام عليه سلام الله عليه، لأن الإمام يقتدي بالنبي وكل إمام يقتدي بالإمام الذي قبله. فبالنسبة إلى امتياز الإمام الحسن بن علي عن طريق أنه كان يتعلم العلم من أبيه وجده وأمه لذاك الوقت، خاصة إذا أردنا أن نعرف الصفات الوراثية إلى الشخص الذي يتعلم في المجتمع العادي ليس كإمام، فنلجأ إلى أربع نقاط، نوضع أربع نقاط ونشوفها بعدين لما ندخل البيت النبوي. أولا، بحسب تربية الطفل لابد يكون هناك النظر إلى الهندسة البيولوجية التي تحتويها الأم والأب. والثانية، نوازن بين طاقات هذا الطفل وميوله.
المقتنع بعدها التربية الصالحة التي تنبعث من الأم والأب وصب المواد الموجودة عند هذا الطفل. المقتنع بعدها تنظيف موارد الثقافة التي تلقاها الطفل والتربية التي يمشي عليها وارتباط سلوك الطفل الآخر وعامل بالوراثة اللي من الأبين دون. أنا لو جينا للبيت الهاشمي بنلاحظ أولا التربية قدمت الإمام الحسن سلام الله عليه على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله والإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء. هذا مما أهنى الإمام الحسن للمسؤولية الكبرى وإلى قيادة الأمة. أيضا الإمام كان موهوبا بالبلاغة والفصاحة وأعطت مقولة له أعلم أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عقاب. عندما ندخل في تفسير بعض الخطب سنلاحظ أن الإمام بمقولات بعبارات بسيطة يختصر جميع العلوم تقريبا ومعظم العلوم في بعض المقولات دليل على أنه كان موهوبا لهذه الأشياء ومؤهلا لهذه الأشياء. أيضا بالنسبة إلى العلم الموروث مثل والعلم القرآن والسنة والعلوم التي أنزلها الله على الأنبياء من آدم إلى الرسول الأكرم فقد جمعت في قلب النبي ثم علمها النبي الإمام علي وأوصاه بأن يكتبها فكتبها في كتاب ونتكلم إن شاء الله بعد ذلك عن هذه الكتب. والتعليم بالنسبة إلى الإمام أما يكون بمشافهة أو بإملاء الرسول على وضع الكتاب الذي كتبه الإمام عليه السلام الله عليه. طيب هناك كلمة مع أخر كذا في مصادر أخرى ومسر عرب في مصادر كتب خاصة ونقصد بها كتب خاصة جاءت إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط الإمام علي كالجامعة ومصحف فاطمة لأن مصحف فاطمة بعد وفاة النبي كان هناك ملك ينزل إليها ويحدثها فكان تملي ما يحدثها على الإمام علي ويكتبه في كتاب واسمي هذا الكتاب في الصحيفة مصحف فاطمة الزهراء سلام الله عليها وفي النفر الأبيض والجفر الأبيض وغير ذلك. المصدر الثالث هو الملائكة. الملائكة كانوا يحدثون الأئمة وليس هناك ارتباط دائم بأن الملك أو الملائكة لا تحدث إلا الأنبياء. يوجد في القرآن آيات كثيرة تدل على أن الملائكة حدثت مريم بنت عمران وحدثت أيضا سارة زوجة إبراهيم وأيضا هذا التحديث الذي كان يحدث بين الملائكة أو بين الإمام لأن في مقولة موجودة أن العلماء سابقون محدثون أي رواية يرويها أبو زرارة عن الإمام أبو الحسن وعلي بن موسى الرضا سلام الله عليه. المصدر الرابع هو الروح. والروح هذا ليس فقط هو جبرائيل. الروح هو أعلى من جبرائيل ملك أعلى من جبرائيل وأعلى من إسرافيل وميكائيل. هذا خلق خلقه الله ويكون مع النبي ومع الأئمة دائما يقف معهم ويطلعهم على كثير من المعارف والمعالم وهو الذي يسددهم الإجابات وإلى الالتزام بالأصول. أعتقد الآن إحنا لبينا بجميع المنابع الأساسية وعرفنا البعض. هذا واحد من الإلهام وهو الإلقاء المعاني والحقائق والمعارف في القلب بطريقة الفيض الإلهي. نعم. وهو المعبر عنه بالقذف والنكت في القلوب ومثال ذلك أم موسى. موسى عندما خاطبها الملك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا إلهام فيضي ما كانت هي تعرف أن